لم يلفت اعتصامهم في ساحة التحرير انتباه المسؤولين الحكوميين على الرغم من استمراره لأكثر من شهرين، فقرروا الانتقال إلى المنطقة المقابلة لمجلس الوزراء عل صوتهم يسمع لدى سكان المنطقة الخضراء. خريجو كليات الإدارة والاقتصاد في العراق كغيرهم من الشباب العراقي يعانون من البطالة في ظل حكومات لا تلقي بالا لهم. يعني إلى حد الآن من تخرجت لحد الآن ما ظلت وزارة ما قدمت عليها، وكل ما ينفتحت عينات ذفايل، يعني الدفاع قدمت عليها، الداخلية، حتى البلدية قدمت عليها، ما دا أفتهم شنو الحل إلى الحد الآن. يعني إحنا إلى متى نبقى هيك؟ وبرغم تواصل اعتصامهم لأكثر من شهرين مطالبين بتوفير فرص عمل لهم، إلا أن المسؤولين في حكومة عادل عبد المهدي بدوا وكأنهم في عالم آخر. ما حد إجانا من السياسيين، ما حد إجي، بس القنوات الفضائية والقنوات الإذاعية وأكو بيهم محليات، بس دول الوحيدين إجوا وسووا لقاءات، ودائما إحنا يوميا يعني عندنا لقاءات وياهم، وما حد يجينا من أي واحد سياسي، ونتمنى إنه هسه يطلع لنا واحد مسؤول من رئاسة الوزراء ويوصل أصواتنا. المعتصمون عبروا عن غضبهم من السياسات الحكومية بشأن العمل، ففي مقابل ارتفاع نسبة البطالة بين العراقيين باتت العمالة الأجنبية تمثل النسبة الأكبر من سوق العمل في العراق. يعني الرواتب مع العمالة الأجنبية خاصة بشركات النفط، يعني رواتبهم كلش عالية، يعني هو الواحد يقدرون يشغلون بيه 3 عراقيين، فيعني ليش هيك خبن يشغلون العراقيين ابن المحافظة؟ هسه مثلا ديقار، هم خطي أغلب الشباب من ديقار، ليش حقول النفط الشغل عمالة أجنبية كوريين وصينيين، ليش ما ياخذون العراقيين؟ وبحسب محللين فإن الاحتجاجات المطلبية تظل وقوداً يفاقم الغضب الشعبي ضد سياسات الحكومة، لا سيما وسط أجواء التظاهرات المتواصلة في مختلف المحافظات، ما ينذر ربما بتحولها إلى انتفاضة كاسحة تهدد وجود العملية السياسية نفسها.